الحمد لله حققت غرف دبي نتائج عالية في عام 2023. ارتفع عدد الشركات الجديدة، الشركات اللي انضمت لعضوية غرف دبي إلى 67,200 شركة بنسبة نمو تجاوزت 20%، وبلغ عدد الأعضاء النشطين في غرف دبي 217,000 بنسبة نمو ما تقارب 27%. بالإضافة لذلك ارتفعت عدد شهادات بلد المنشأ اللي تعكس حجم خدمات التصدير اللي تدعمها غرف دبي، تدعم فيه من خلالها مجتمع الأعمال. فتم ارتفاع قيمة الصادرات بدعم من غرف دبي بمبلغ يقارب 284 مليار درهم من خلال إصدار 735,000 شهادة منشأ. بالإضافة لذلك شهدت غرفة دبي العالمية استقطاب 34 شركة متعددة الجنسيات، شركات كبيرة، بدعم من المكاتب الدولية لغرفة دبي العالمية. تم زيادة عدد المكاتب الدولية 16 مكتب لنصل إلى 31 مكتب. أهمية هذه المكاتب لتعزيز عملية الترويج التجاري، تشجيع شركات دبي في التوسع الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية للإمارة. حضرتك أشرت لي الصادرات بالنسبة للشركات الأعضاء في غرف دبي، لكن كم تمثل صادرات الشركات الأعضاء المنتسبة لغرف دبي من إجمالي صادرات دبي الغير نفطية بنهاية العام 2023؟ غرفة تجارة دبي ساهمت مثل ما ذكرت لكم مسبقا 284 مليار، أي ما يشكل تقريبا 11 أو 12% من حجم التجارة الخارجية في إمارة دبي، وهي نسبة تعتبر عالية جدا للأعضاء. والأهم من ذلك النمو المستمر، فنمت هاي الأرقام بنسبة 4.3% ومستمر النمو الحمد لله في آخر 5 سنوات بنمو صحي جدا، ومتأملين إن شاء الله زيادة مساهمة غرفة دبي التجارة في رفع نسبة الصادرات على مستوى الإمارة. سيد محمد، يمكن في حديثك أشرت إلى أنه تم افتتاح 16 مكتبا جديدا في عدد من الدول خلال العام المنصرم، لكن ماذا عن مستهدفات العام الحالي 2024؟ مستهدف 24 بيتم التركيز على زيادة فعالية التعاون مع شركائنا من غرف التجارة الدولية، وفي 2024 بيتم تعزيز المكاتب بنسبة لا تقل عن 10%. الهدف من ذلك هو إحداث نقلة نوعية من حيث تغطية المكاتب والخدمات المقدمة، وزيادة عدد الخدمات المقدمة من خلال المكاتب الحالية والمستقبلية.